عشان بيساني وبعد انتي مش اول مره تحصل ويعني المفروض انتي عارفه وما تتخضيش كده. بركه ان انتي النهارده اجازه احسن كنت حست بالواد. انا اذنك بقى لما نيمه. اذنك معايا. الو. ايوه ياما. خير؟ يعني انتي كويسه؟ واخوي؟ طب الحمد لله. ايه؟ حاضر. كام؟ بكرة الصبح هبعت لكم الحوال. ايوه ياما هتوصلك بكرة. حاضر ياما. من عينيا. حاضر. مع السلامة. خير يا تهان؟ مين اللي كان بيكلمك؟ دي امي عايزاني ابعت لها فلوس عشان دروس اخويا. يلا انت هتتاخري على شغلك. الساعه اللي خدتيها اذن عدت وهتتاخري. اديني رايحه اهو. بس مش هوصيكي على جلال. جلال في عينيا يا حبيبتي ما تشيليش هم. طب فوتك بعافيه يا اختي. الله يعافيك. خدي بالك من نفسك يا نسر. حاضر. سلام. مع السلامه يا حبيبتي. ها ايه رايك بقى يا حبيبتي؟ الله ده حلو قوي يا وهدان. بس ده اكيد غالي قوي يا حبيبتي. الغالي يرخص لك. هو انا عندي اغلى منك؟
ربنا يخليك ليا يا حبيبي، بس ما كانش ليه لازمه المصاريف دي كلها. مصاريف ايه بس؟ انا لو طولت اجيب نجوم السما كلها وافرشها تحت رجليكي كنت عملتها. المهم تبقي مبسوطه. يا حبيبي انا مبسوطه طول ما انا جنبك، بس بصراحه بقى لما بتسيبني وبتمشي هموم الدنيا كلها بتركب دماغي. هموم ايه بس بعد الشر؟ والله يا وهدان مش عارفه اقول لك ايه. يعني عندك مثلا المحامي، كلمته النهارده قال لي ان القضيه اتاجلت شهرين كمان. يا ستي ما تتاجل، احنا ورانا حاجه، هي الدنيا هتطير. زهقت يا وهدان، نفسي اخد حقوقي بقى. ان شاء الله هتاخدي حقوقك، انا بس مش عايزك تقلقي خالص. هو انت ناقصك حاجه؟ يا حبيبي ربنا يخليك ليا، بس انا كان نفسي اخد الفلوس عشان ادي لك نصيبي في المشروع الخيري. نصيب ايه اللي هتديهوني؟ ما قلت لك قبل كده انت مراتي وانا جوزك، مفيش فرق ما بيننا خالص. وبعدين موضوع الورث ده انا مش عايزك تشيلي همه خالص، وبالنسبه للمشروع انا هبتديه، ما تشيليش هم. يا حبيبي طول ما انا مراتك مش شايله هم حاجه في الدنيا ابدا. اهو ده اللي انا بطلبه منك. بس كان في كده كلمتين عايز اقولهم لك، تحب تسمعيهم؟ احب قوي. طب تعالي. الدلع على كيفك الدلع يا ولا. ده انا اللي بتعملي ده يا رسميه؟ راس ربنا يا بنتي ما صحش كده، ده رياضه يا حاجه رياضه. وهو اللي بتعمليه ده اسمه رياضه؟ بجر الدمويه والحكيم بقى اللي وصاكي بكده. خلاص ما دام الحكيم هو اللي وصاكي بكده يبقى هو ادرى حكم. قال لي قولي لي يا حاجه، هو انت قايمه نايمه هنا على طول؟ ايوه يا رسمية. طب وبيتك وجوزك؟ انا مش متجوزه يا رسمية. جاتك ايه يا حاجه؟ هو انت لسه بيك؟ يا بنت انا كنت متجوزه وعندي من المرحوم رجاله متجوزين وفاتحين بيوت. ربنا يخليهم لك. وعلى كده بقى المرحوم مات من امتى؟ النبي ما تفكريني يا رسمية، من حوالي 15 سنه. يا صبرك وطولة بالك، 15 سنه وما حنتيش بقى الراجل يونسك في وحدتك ويسليكي؟ البركه في اولادي يا رسمية واحفادي، ربنا يخليهم لي يا رب يا رب. عامله لنا ايه بقى النهارده على الغداء؟ عامله لك فضلة خيرك فاصوليا ورز ولحمه مشويه. اوبا انا بموت في الريش قوي. من عينيا الاثنين يا رسميه. تسلم عليك يا قمر. والدلاله كيفك الدلع يا ولا. سوري سير ويت وان مينت. ويت 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 ويت. الله جرى لك ايه؟ ما تبطل بقى يا خبر اسود. معقول اللي انت بتقوليه ده؟ ازاي تضربي الجست بالقلم على وشه؟ انت اتجننتي يا نسمة؟ هو اللي اتجنن عشان يفكر يعمل اللي عمله ده معايا، ده راجل ناقصه قليل الادب. برضه يا نسمة ما توصلش ان الخواجه ينضرب، دي مصيبه، مصيبه كبيره قوي. كان لازم اضربه عشان يوقفوا عند حد، احنا لحمنا مش رخيص يا تهاني. مظبوط يا نسمة، بس برضه اللي حصل ده غلط غلط. والصح ايه؟ ان انا كنت اسيب له نفسي يعمل ما بداله؟ برضه لا، بس يعني خلاص اللي حصل حصل وكان لازم اعمله. اللي عملتيه ده كارثه ومخالف لنظام السياحه. واللي هو عمله مش مخالف يا مستر ريلي. كنت تتصرفي بلباقه، تخرجي من عنده تيجي تبلغيني، مش تضربيه، ده تصرف غير مقبول بالمره. هو لما حافظ على نفسي يبقى مش مقبول، واللي هو عمله مقبول. الزبون مهما عمل ومهما حصل منه دايما على حق. هقال ده لما تكون حاجته مش مقضيه او في حاجه ناقصاه، لكن ما يبقاش مقبول لما يتهجم عليا وهو سكران. بس ما ينضربش. الزبون لو اشتكى من حاجه زي دي هندخل في السن وجيب مع شرطه السياحه، واحنا في غنى عنها وعمرنا ما تعرضنا لها. يعني الشرطه كمان هتيجي بصفه وهو اللي غلطان؟ وهو عمره ما يعترف انه غلطان، ممكن يتبلى عليكي باي تهمه ويأذيكي والكل يعتذر له. بقى هنا صاحب الحق يتأذي والمحقوق يتطبطب عليه. هو ده اللي هيحصل للاسف، ومش هتقدري تثبتي عليه اي حاجه. خلاص يروح يشتكي ويقول اللي يقوله، وانا هقول اللي عمله وانا ونصيبي. عموما انا لميت الموضوع معاه بدل الشوشره، واقامته انتهت وهيسافر النهارده. ده هي لا ترجعه. بس ده برضه ما يمنعش ان غلطت بتصرفك معاه يا نسمه. برضه بتقول غلطانه يا مستر ناجي؟ واي واحده غيرك كانت عملت التصرف ده كنت فصلتها، لكن عشان انت في توصيه عليكي انا هوقفك عن العمل لحد ما ارجع مستر سعيد هو اللي يتصرف معاكي. يا دي الاذيه، انا قلبي كان حاسس ان هو ده اللي هيحصل. يا اخوات انا هتجنن، بقى الكل بيغلطني،
اكمني دفعت عن شرفي. يا ناس نظام الشغل هنا لازم نقول للزبون نعم حاضر ونتصرف بالهداب. ايوه ما انا عارفه نعم وحاضر في كل حاجه الا دي يا تهاني. انا مش عارفه الزبون ده عمل معاكي كده ازاي، احنا عمرنا ما سمعنا عن حاجه زي دي، ده عمرها ما حصلت. وهي حصلت على حظي الاسود وتوقفت كمان عن الشغل. طب ما تتصل سعيد بيه وتبلغيه. ابلغه؟ ابلغه بايه؟ باللي حصل ده، هو الكل في الكل ووسطتك وانت جايه من طرف. كتر الف خيره انه شاف لي لقمه عيش، مش كمان هشغله بمشاكلي. ايوه بس اللي عرفه ان سعيد بيه بيعزك وتهمه مصلحته. ايوه بيعزني بس مش هيعزني اكتر من شغل. والله ما انا عارفه اقول لك ايه بقى يا نسمة. ما تقوليش حاجه يا تهاني، انا يظهر كده ماليش لقمه عيش هنا، وكل ما ابتدي احس بالراحه والامان وابتدي افرح فرحتي ما تكملش. ده هي تبتليك بمصيبه يا خواجه على العمله السودا اللي انت عملتها دي، احنا كنا ناقصينك. كل شيء نصيب، وانا في كل حته كده لازم يطلع لي عفريت. بس روقي انت يا حبيبتي كده وهدي بالك وقومي اغسلي وشك على ما اعمل لقمه وناكل سوا. يلا. لا اكل ايه؟ كل انت يا اختي بالهنا والشفا، انا ماليش نفس. عن اذنك. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني زعلانه دلوقتي على الشقه بعد ما اتبات؟ ما انا فضلت اقول لك بلاش وانت بقى اللي صممتي. ما كنتش اعرف يا مضروبه اني هزعل عليها قوي كده، اصل انا عشت فيها سنين كتير يا بت وليا فيها ذكريات حلوه. اذا كان على الذكريات ان جيتي الحق ما تتنسيش، فين ايام الانس والسهلاله والفرفشه اللي ما تتعوضش. كانت ايام يلي تتقرسي كل يهون علشان خاطر النظام الجديد. والله صدقتي. عارفه يا بت الواد السمسار ده حرامي، اتولس مع اللي اشترى الشقه عليا وغلبوني في السعر. ما هو شافك مستعجله وبعدين لقاها فرصه، وبعدين السعر اللي اتباعت بيه ما هوش وحش قوي يعني. ايوه يا بنت كانت تجيب اكتر. يا ستي فداكي، واديكي قاعده في فيلا طويله وعريضه وبرقبتها، والقرشين بقى اتحطوا في البنك والرصيد بقى في العالي. عقبال ما يعلى كمان وكمان. وحياتك هيعلى كمان وكمان، والبركه بقى في وهدان بيه، ربنا يخليه لنا يا رب. يا رب. اتفضل يا شاف. سياف سياف. حمد لله على السلامة يا سعادة البيت. الله يسلمك يا دادا. فين الهنا؟ الهنا عند حمام السباحي. تعالى والله. حاضر. هتشوفها وتسلم عليها بالمرة. أهلا. اهلا اهلا يا حبيبي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك يا هشام عامل ايه؟ الحمد لله تمام. امال نصك الحلو فين؟ دي وحشاني قوي. في دمنهور. خاف يا ستي جيبها لحسن تتعب في الطريق. عندي خبر هايل ليك، هشام بقى شريك معانا في الشركه خلاص، والمحامي بيوضب الاوراق. بجد الف الف مبروك يا هشام. الله يبارك فيك يا رب. عمي معلش عن اذنك بقى انا هضطر ارجع دمنهور. ترجع دمنهور ده ايه؟ هتتعشى معانا وتبات هنا، ترجع بكره الصبح. عمي اصل انا وعدت ميرفت ان انا هرجع لها في نفس الليله. لا خلاص ما دام وعدت ميرفت ما نقدرش نتكلم. طيب بعد اذنك تمرني بحاجه؟ ايوه سلم لي عليها وسلم لي على والدك قوي. شكرا يا عم. السلام عليكم. مع السلامه يا هشام. قولي لي عملت ايه في مشاويرك النهارده؟ رحت اشتريت شويه حاجات ورحت الكوافير. ايه رايك في شعري؟ حلو قوي. بس بقى في حاجه ضايقتني قوي النهارده يا وهدان. ايه؟ التاكسيات، مفيش ولا تاكسي كان عايز يوصلني. ما انا قلت لك ابعت لك العربيه بالسواق، انت اللي رفضتي. يا ريتني كنت سمعت كلامك، بس يلا الحمد لله اهي اوديت. الحمد لله. ربنا هيسهلها ان شاء الله. الله يسلمك يا مستر ناجي. طمني ايه الاخبار؟ الحمد لله. الفوج الايطالي مشي والفوج الالماني سكننا هنا. اليابانيين حسب اتفاقك معاهم سكنهم في الاوتيل الثاني. طب عارف انا عايزك تهتم كويس قوي بالناس دول، ده احنا لسه في بينا وبينهم شغل كتير. اطمن سعادتك، انا عملت لهم تسهيلات كويسه جدا حسب توصياتك. بس هو في الحقيقه في موضوع كده بخصوص نسمه عايز اقوله لسيادتك. نسمه؟ ايه مال حصل لها حاجه؟ ابنها جرى له حاجه؟ لا مفيش حاجه من دي. كل ما في الامر ان انا وقفتها عن العمل. وقفتها عن العمل؟ ليه؟ عملت ايه؟ ضربت جست بالقلم على وشه. يا خبر، ازاي تعمل حاجه زي دي؟ اسكت انت يا لمعي. حاضر يا باشا. وايه اللي خلاها تعمل حاجه زي كده؟ بتقول انه احتك بيها. احتك بيها ازاي يعني؟ يعني كان سكران وحاول معاها انه يعني. ايوه مفهوم مفهوم.
يبقى عندها حق في اللي عملته بقى. بس هو انكر الكلام ده لما اشتكى لي، قال انه طلب منها حاجات بخصوص غرفته وهي رفضت، ولما اصر اتنرفزت عليه وضربته. هو يقول اللي يقوله، بس نسمة ما بتكدبش، هو اللي كذاب. وانا متاكد انه كذاب، بس نسمة غلطت غلطه كبيره، ما كانش صح تعمل كده. امال يعني احتك بيها وتسكت بعد اسمه كلام؟ وانت كمان يا ناجي توقف عن العمل؟ ازاي عملت معاها كده؟ كان لازم اعمل كده يا فندم والم الموضوع مع الجست، والا كانت هتحصل لنا مشاكل كبيره. بس انا بقى لو كنت موجود كنت انا اللي عملت مشكله، وكنت هبلغ عنه شرطه السياحه في اللي عمله ده. لمعي يا فندم يا باشا، عايز توصل لغايه نسبه بيتها وتجيبها في ايدك وتيجي حالا. حالا يا باشا، بسرعه. حاضر. اتفضل. لا 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 مستر ناجي، ما كانش صح ابدا اللي انت عملته مع نسمه ده، تكسر بخاطرها وانت عارف انها مش مذنبه، وان اللي اخطا هو الجست مش هي. يا فندم انا عملت حسب اصول الشغل، وسيادتك عارف بروتوكول السياحه. يا سيدي بروتوكول السياحه على عيني وراسي، ما قلناش حاجه، بس ده مش معناه ان احنا نتنازل ونسمح لاي زائر مهما كان انه يعمل كده مع بنت من بناتنا. احنا مش فاتحينها دعاره يا مستر ناجي. حاضر يا اللي بتخبط. استاذ لمعي اهلا وسهلا، اتفضل. ازيك يا نسمه، عامله ايه؟ الحمد لله. وصلتوا امتى؟ لسه حالا. الله، امال ولا جلجل حبيبي فين؟ نفسي اشوفه بقى. جلال في الحضانه، سالت عليك العافيه. خلاص اشوفه مره تانية. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. لا مش كويسه، وانا عارف السبب. انت عرفت ان مستر ناجي وقفني عن الشغل؟ عرفت كل حاجه وبالتفصيل. طب وانت يرضيك ده؟ لا ده ما يرضيش حد ابدا. انا اول ما سمعت زعلت قوي، وانا كمان متنكده، وربنا وحده اللي يعلم بيا. بس انا ما سكتش، كلمت ناجي وزعقت له، قلت له ازاي تعمل كده، انت مش عارف نسمه دي بتبقى مين؟ يا ناجي نسمه ترجع الشغل حالا. ورد عليك قال لك ايه؟ وافق طبعا، ويقدر يقول لي حاجه؟ كتر الف خير. لا انا ما خليتلوش، قلت له زبون ايه؟ زبون ايه ده اللي يتطول على نسمه؟ دي مسخره وقله ادب، الحال ده ما يرضينيش ابدا يا ناجي. والبيع عارف؟ ما هو كان واقف جنبي وانا بتكلم. وكان رايه ايه؟ رايه من رايي طبعا، قال لي عندك حق في كل اللي قلته يا استاذ لمعي. ربنا يخليه ويوسع رزقه كمان وكمان. انا بقى استنيت الفرصه، بقى قلت له خلاص بقى يا باشا انا هروح اجيب نسمه صالحها عشان ترجع شغلها. انت عارف البيبي عزك قد ايه؟ عارفه والله، وعارفه كمان انا بعزك قوي. وانا كمان بعزك، وربنا وحده اللي يعلم. طب يا ستي خلاص بقى المشكله خلصت، يلا عشان ترجعي شغل دلوقتي على طول. ايوه امال طبعا. طب ثانيه واحده بس لما اغير هدومي. طب العجله لسه مستنيكي بره. انا معاك يا مستر ناجي، بس برضو لازم نسبه التخفيض تزيد شويه. اهلا يا نسمه. اهلا بك يا مستر سعيد، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. والله اللي حصل بنا. خلاص يا نسمه انا عرفت كل اللي حصل، وعرفت كمان ان الراجل هو اللي غلطان. والله العظيم هو من غير ما تحلفي انا مصدقك. عموما انا استاذنت مستر ناجي انك انت ترجعي الشغل تاني. كتر الف خير. خلاص يا نسمه اللي حصل حصل، البسي يونيفورم وشوفي شغلك. يلا تحت امرك يا مستر ناجي، تأمرني باي خدمه يا مستر سعيد؟ لا متشكر يا نسمه، اتفضلي. طبعا. اتفضلي. احنا كنا بنقول ايه بقى؟ الله، مش اللي هناك دي جيهان هانم برضو؟ هي يا فندم. ودي عندنا هنا من امتى؟ بعد ما سعادتك سافرت على طول. طب يعني اذنك. اتفضل اتفضل. جيهان هانم اهلا، ازيك يا سعيد بيه؟ الحمد لله. ازيك بقى، انت موجوده معانا هنا في الاوتيل وانا ما اعرفش الا دلوقتي؟ انا اول ما جيت سالت عليك، قالوا لي انك مسافر. مسافر ايه؟ ده هم يومين شغل ورجعت على طول. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. ومشرفانا قد ايه هنا بقى ان شاء الله؟ احتمال كبير اسافر بكره. بكره ايه؟ انت لحقتي تقعدي؟ ده انت بقالك مده كبيره قوي ما جيتيش هنا. ايوه فعلا، بقالي بتاع 5 شهور كده. بس انا حاسس انهم 5 سنين. وكان فين الغيبه دي كلها؟ ده انت ما كنتيش بتفوتي شهر والتاني وكنت بتبقي موجوده. مشاغل يا سعيد بيه، ضيف عليها بقى المشاكل اللي ما بتخلصش ابد. ده انا حتى لسه راجعه من لندن، ما فيش بقالي اسبوعين. كنت هناك عشان لينا بنتي، مدرستها هناك ما انت عارف. طبعا لينا زيها، انا بقالي سنتين دلوقتي ما شفتهاش. الحمد لله كويسه، بقت عروسه ما شاء الله. مدرسين مبسوطين منها قوي هناك. طبعا الحمد لله. ويا ترى بقى دولك السويت بتاعك ولا غيروه؟ ايوه طبعا، انت عارف انا ما بعرفش ارتاح غير فيه. طيب عادي، عموما انا موجود لو احتجتي اي حاجه كلميني. ميرسي قوي. هشوفك تاني. ها لازم ضروري ان شاء الله. طبعا اذنك. اتفضل. ايدك حنينه يا مضروبه، اطلعي فوق يا بنت شويه. عارفه يا ستي سهام، احسن حاجه ان الست ميرفت هي وجوزها قاعدين في دمنهورة على طول. ريحت وديني يا بنت قاعده في الفيلا لوحدي، بطولها وعرضها محدش مشاركني فيها. معلوم، وانت هنا الكل في الكل يا ست الهوان. ويا سلام بقى لو تجيب لك منه حته عيل، تبقي ساعتها ركبتي ودلدلت رجليكي كمان. هو ده يا بنت اللي نفسي فيه، نفسي اجيب منه العيل.
تبقي ساعتها يا ستي قعدتي وفردتي قلوعك على الاخر، والعز كله يبقى بختك ونصيبك. ادعي يا بت، ادعي بنفسك الطاهر، ادعي يا رب. خش. لمؤاخذة يا ست هانم، البي وصل تحت وعايزك بسرعة. يلا يا بت تعالي. نفذ اللي قلت لك عليه ايمن. لا مش هرجع الشركة النهاردة، بكرة بقى ان شاء الله. وخليهم يجهزوا الشيك لما اجي حمديلك عليه. طيب كويس، مع السلامة. ايه يا حبيبي، حمد لله على السلامة. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا حبيبي؟ ما طلعتش على فوق ليه؟ لاني محضر لك مفاجأة هتعجبك جدا. بجد؟ عشاني انا؟ ايوه بره، تعالي معايا. تعالي انا متأكد هتعجبك جدا. ايه رايك بقى في الهديه البسيطه دي؟ عربيه عشاني انا بجد. عشانك انت يا قمر. يا حبيبي ميرسي ميرسي. وعجبك لونها الاحمر ده؟ حلو قوي قوي. بس ليه كلفت نفسك كده يا وهدان؟ ليه البعزقه دي؟ ما هو انت لازم يبقى عندك عربيتك، مش معقوله كل شويه تركبي تاكسيات وابعت لك السواق بالعربيه. لازم يبقى عندك عربيتك عشان تخلصي بيها مشاويرك على حريتك. يا حبيبي ربنا ما يحرمنيش منك. بصي بقى، دي مفاتيح العربيه والرخصة بتاعتها موجودة في التابلو مكتوبة باسمك. يلا اطلعي جربيها دلوقتي. ايوه دلوقتي، وانا هاجي معاكي. اتفضلي. جميلة قوي الوردة دي، انت رايق قوي يا سعيدتي. الحقيقة انا محتار اقدم لك ايه ولا ايه. انت قدمت لي كومبليمون كتير قوي وده كفاية. انت تستاهلي كل خير، واحنا معرفة يوم ولا اتنين، المهم ان انت تبقي مبسوطة ومرتاحة. انت عارف انا لما بحس ان انا مخنوقة ولا متضايقة اول حاجة بعملها ان انا باجي هنا وبنسى الدنيا وما فيها. الكل هنا في خدمتك وانا اولهم. مرسي يا سعيدتي. كان نفسي لينا تبقى موجوده معاك عشان اشوفها. ظروفها بقى والمدرسه الداخليه اللي هي فيها، ان شاء الله المره الجايه هجيبها من لندن على هنا تقضي لها يومين وتشوفها. يا ريت، ده شيء يسعدني. بس يا ترى هي مش متضايقه عشان موجوده لوحدها هناك في المدرسه الداخليه؟ بالعكس، هي مبسوطه قوي هناك، وبعدين انا كل شهر بروح لها تقريبا. ويا ترى ابوها بيزورها؟ لما وقته يسمح. انا ما شفتوش من ساعه ما اتطلقنا، بس لينا بتقولي ان هو بيزورها كل فين وفين. طب وليه ما بيزورهاش بصفه مستمره؟ هو مش شغله هناك في لندن برضه؟ لا هو شغله في فرنسا، بس مش هتفرق معاه سواء في فرنسا ولا في لندن، لان هو كل اللي يهمه شغله بس. ايوه بس دي برضه بنته محتاجاه. بنتي خلاص اتعودت على بعده، وانا من ناحيتي مش مخليها محتاجه اي حاجه ابدا. ربنا يخليها لك ويخليكي ليها. هي عندها كام سنه دلوقتي؟ عندها 16 سنه. ما شاء الله، يعني تقريبا من سن ابني ده لو كان عايش. انت لسه برضه ما تعرفش عنه اي حاجه خالص؟ حتى لو كان عايش وشفته كان مش عارفه. منها لله والدته. الحقيقه مامته دي ست مش كويسه خالص باللي عملته معاك. سابت لي في قلبي جرح كبير قوي. معلش نصيبك كده يا سعيد بيه. يلا كل اللي يجيب ربنا كويس. طب وانت لسه ما بتفكرش في الجواز لحد دلوقتي؟ والله الشغل واخد كل وقتي ومفيش فرصه افكر في حاجه زي كده. بس برضه لازم تدي فرصه لنفسك عشان تعيش حياتك، ما هو مش معقول تقضي طول عمرك كده لوحدك. اه في دي عندك حق. اوبا، وهي الفرصه جت قدامك اهي يا باشا ومتقشره. قصدك ايه يا لمعي؟ جان هانم يا باشا، واضح من كلام سعادتك كده ان حبل الموده بينكم ممدود على الاخر. اللي بيني وبين جان هانم يا لمعي مجرد صداقه وبس. وليه يا باشا ما يتطورش عن كده؟ اه لا ده انت مخك راح لبعيد قوي. لعلمك جان هانم دي هانم بصحيح، يعني ما هياش من الصنف اللي في دماغك. وانا ما اقصدش كده يا باشا لا سمح الله. امال تقصد ايه لا سمح الله؟ تتجوزها. اتجوزها انا؟ اه يا باشا ليه لا؟ سعادتك دي واحدة ست ومش مرتبطة، ومش أي ست، ست جميلة من عيلة أصيلة وغنية، يعني مش هتبقى طبعاً فيك. تفتكر كده لما هي؟ يا باشا ولو ده حصل يبقى هو ده عين الصح، مادام سعادتك بقى بطلت تلعب اللعبة إياه، يبقى الحلال أولى. أنا معاك، بس مش يمكن الست يكون موضوع الجواز ده مش على بالها خالص؟ لا يا باشا، اللي أنا شايفه من تصرفاتها والعلاقة بتاعتكم مع بعض مديني إحساس كده إنها معجبة بيك. وممكن يكون إعجاب بحكم المعرفة والود اللي بيننا وبين بعض، لكن ما يوصلش لدرجة الجواز يعني. يا باشا ده حاجة سهلة، وفي ايدك ان انت تعرفها وانت سيد العارفين، المهم تكون داخلة دماغك انت الأول. والله يا
جهان هانم يعني ست لطيفه وكلاس تشرف اي حد. خلاص يا باشا، يبقى المطلوب بقى سعادتك ان انت تجس النبض، ولو الهوا يا باشا جه سوا يبقى على البركه. شايف كده يا لمعي؟ ومفيش غير كده يا باشا. طب ايه؟ اطلب لنا العشاء. تؤمر يا باشا. يلا يا تهاني، انا حضرت العشاء. ايوه حبيبتي انا جيت اهو. يلا بقى دوقي وقولي لي رايك ايه. تسلم ايديك يا نسمه، البيمه دي حلوه قوي. بألف هنا وشفا يا حبيبتي. ايوه كده ردت فيك الروح بعد ما رجعت الشغل. يعني لو انت كنت سمعتي كلامي وكلمتي البي في التليفون من الاول، مش كان ادى اوردر لمستر ناجي ان هو يرجعك الشغل في ساعتها؟ يا اختي اللي حصل حصل، ولما جت منه احسن برضه ما كنت اكلمه. الو؟ ايوه ياما. معلش ياما غصب عني، والله ما قدرت. طيب ياما استحملوا شويه. حاضر ياما. حاضر، مع السلامة. خير يا تهاني؟ الحوالة اللي بعتها لأمي فلوسها ما كفتهمش، محتاجين كمان 200 جنيه، ورحت المستر ناجي عشان يديهم لي ما رضيش يديهم لي، مش عارفة أعمل إيه دلوقتي. بس كده ولا يكون عندك فكرة، أنا معايا 400 جنيه هنقسمهم سوا وتبعتي لأمك الفلوس اللي هي محتاجاها. هو أنت ناقصة تشيلي همي يا نسمة؟ كفاية حبيبتي المصاريف اللي وراكي. يا أختي ما تقوليش كده، اللي معايا يدي اللي معهوش. إذا كان كده بقى معلش، بس هردهم لك أول ما أقدر. يا أختي برديهم على الأقل من مهلك. ربنا يخليكي ليا يا رب وما يحرمنيش منك أبدا. ويخليكي ليا يا حبيبتي، يلا بقى بسم الله. إيه رأيك بقى في العربية الجديدة اللي أنا جبتها لك؟ جميلة يا حبيبي، ربنا يخليك ليا، بس أنا اللي رجلي لسه مش واخدة عليها شوية، أصلي أول مرة أسوق الأوتوماتيك. بكرة تتعودي عليها وتلاقي سوقتها مفيش أسهل من كده. بس يا حبيبي بقى لازم تمسك إيدك من المصاريف دي شوية. مصاريف إيه اللي أنا بصرفها؟ انت لسه جايب لي كليه بالشيء الفلاني ودلوقتي عربيه وغيره وغيره، وده كتير قوي كده يا حبيبتي. مفيش حاجه كتير عليك. الحقيقه يا وهدان انا بقيت مكسوفه منك قوي من كتر اللي انت بتعمله معايا. يا حبيبتي انا جوزك، يعني حالي ومالي كله ملك ايديك، وانا ليا حد غيرك؟ ربنا يخليك ليا يا حبيبي. ويخليك ليا يا قمر. اه من حق. عملت لي ايه بخصوص ايجار الفيلا؟ اطمني خالص، انا رحت بنفسي لصاحب الفيلا ودفعت له ايجار 6 اشهر والوصل عندي في المكتب. والله الفيلا دي ما كانش ليها لزوم، يا ريتك ما كنت دفعت الايجار. وليه لا، ده ايجارها بسيط خالص وهي موجوده مش هتخسر. سيبك بقى من كل ده واسمعي المهم. خير. شوفي بقى يا ستي، ميزانيه المشروع الخيري خلاص اتعملت، والرسومات الهندسيه بيجهزوها، وقريب قوي هنبتدي في التنفيذ. اهو ده خبر حلو قوي. بالمناسبه بقى انا شايله قرشين في البنك بتوعي بعيد عن فلوس الميراث، باذن الله هنزل بكره الصبح اسحبهم واديهم لك. تديهم لي عشان ايه؟ عشان المشروع يا حبيبي. صحيح هم مش كتير قوي، بس يعني ابقى شاركت بحاجه لغايه مشكله الميراث ما تنتهي. لا يا حبيبتي، خلي القرشين بتوعك زي ما هم كده في البنك، وملكيش دعوه بالموضوع ده خالص. خلاص اللي تشوف. اللي انا شايفه ان احنا دلوقتي نخش ننام، ايه رايك؟ يلا يلا بينا. ايه ده كله يا سعيد بيه؟ بس على الله يعجبك. بس ده كتير قوي. ابدا لا كتير ولا حاجه. بصي بقى انا عايزك تدوق دي وتقولي لي رايك ايه. بس انت كده هتخليني افضل قاعده في شرم وما افكرش انزل مصر تاني. وايه اللي يخليك تفكري تنزلي؟ ايه اللي يخليني؟ امال الشغل اللي عندي هناك متلت قد كده عامل فيه ايه؟ ويعني شغلك ده هيتعطل لو قعدت هنا كمان يومين ثلاثه؟ لا مش قوي كده الصراحه، الموظفين بتوعي هناك شايفين شغلهم كويس قوي. طيب خلاص، يبقى مستعجل على ايه؟ اصل المفروض في فاكس جاي لي من المانيا عشان التوكيل الجديد بتاع مستحضرات التجميل، وبصراحه التوكيل ده بالنسبه لي مهم جدا. والمفروض الفاكس ده يوصل امتى؟ يعني خلال بكره او بعده بالكتير. بسيطه، اتصلي بيهم في مكتبك في القاهره وقولي لهم اول ما الفاكس يوصل يبلغوكي، وساعتها تبقي تسافري. دي الطياره من هنا ساعه بالكتير وتبقي هناك. امري لله. حاضر يا سيدي. وهتبقى فرصه افسحك انا بقى في شرم على طريقتي. يلا بقى كلي قبل الاكل ما يبرد. ايوه حاضر استاذ لمعي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا نسمة. انا جاي اسال واطمن، انا شفت تهاني من شويه قالت لي انها هتاخر في الشغل. ايوه ما انا عارف. طب ما انت جيت بدري ليه؟ اصل انا بخرج قبلها بساعه عشان اجيب جلال من الحضانه. جلال جلجل حبيبي، الواد ده فين؟ وحشني. موجود جوه في الاوضه. امال انت كنت بتعملي ايه؟ كنت بطبخ كده لقمة على مقص. لا بقى سيبك من اللي على مقصهم ده عندك خالص، وتعالي بقى يا ستي كلي من على مقصهم بقى كباب وكفته، انما ايه يستاهلوا بقك. وليه كده بس؟
الله، يبقى عيش وملح يا ست. ما احنا واكلينه من زمان يا ست. ناكله مره واثنين وثلاثه واربعه. اتفضلي صباع كفته اهو. ولا اقول لك نص انتي ونص انا عشان اجري وراك؟ ماشي، طول عمرك تحب الهزار يا استاذ لمع. انا ما بهزرش على فكره، انا بتكلم جد. وبعدين سيبك بقى من جو بقى يا استاذ لمع. يا استاذ لمع قولي لي لمع كده حاف على طول. وده معقول؟ ده انت سكرتير البيه ومقامك كبير قوي عندي. مقامي كبير عندك عشان سكرتير البيه وبس؟ وعشان كمان بعتبرك زي اخوي. اخوك ده ايه؟ سيبك من موضوع الاخوات ده بقى، انا عايزك تشيل الحواجز اللي بيني وبينك خالص. تقصد ايه؟ مش فاهم. يعني اسيرك وتسيريني، اوكلك وتوكليني، ادلعك وتدلعيني، احبك وتحبيني. كلام ايه ده اللي بتقوله يا استاذ لمع؟ ما يصحش كده. ليه بس يا نسمة؟ هو الحب عيب ولا حرام؟ انا بصراحه مغرم. ما هو مش معقول يعني تبقى الحلاوه دي كلها قدام عينيا وما يلمديش منها حاجه. حتى انت كمان. اتفضل امشي وسيبني في حالي. انت بتطرديني ولا ايه؟ هو ان ما مشيتش هتصل بالبي واقول له على اللي حصل ده كله مني. لا لا همشي، طالما في قلبي همشي خلاص. هيكون احسن. بس ما كانش العشاء ما نسمع. يلا يا اخويا بالسلام. خلاص همشي اهو يا ساتر. جاتك نصيبه، طلع لي منين ده كمان؟ على الله تكون السهره عجبتك. قوي قوي يا سعيد بيه، بجد سهره كانت جميله جدا. بس كان لازم يعني تتعب نفسك وتوصلني لغايه الاوضه. ده اقل واجب يا هاني. بجد يا سعيد بيه انت كلك ذوق، انا متشكره قوي. ده انا اللي متشكر انك انت قبلت دعوتي. كان نفسي اقول لك اتفضل بس الوقت متاخر وصراحه انا تعبانه ومحتاجه ارتاح. لا طبعا لازم ترتاحي، بس الصبح اول ما تصحي عايز اسمع صوتك. ان شاء الله. تصبحي على خير. وانت من اهل. سهام اصحي يا سهام، الساعة بقت 4 والأذان بيدن. ايوه ده انا عايزة انام. لا لا اصحي اصحي بلاش كسل، يلا عشان تتوضي وتصلي يلا. طيب روح اتوضى وانا هتوضى. لا لا ما انا مش هسيبك لغاية لما تصحي عشان يلومني فيكي ثواب. يلا يلا. حاضر يا وهدان. ما تخليش الشيطان يضحك عليكي. ها الصلاة خير من النوم. يلا مش كده ولا ايه؟ اتوضى وانا هاجي وراك. ياه صح يا بيه. صحيح يا نسمة. يا ألف نهار أبيض، خلاص نويت على الجواز بعد السنين دي كلها؟ وبفكر فيها بحق وحقيقة يا نسمة. دي تبقى احسن حاجه تعملها. بس يا رب هي توافق. المهم حضرتك تكون حاسس بالقبول من ناحيتها. اوه لحظه واحده. ايوه جهنان. يا صباح الفل. ها فطرتي؟ طب الحمد لله بالهنا والشفا. نمتي كويس؟ لا انا يعني زي ما تقولي كده يعني ما نمتش تقريبا. كنت بفكر. لا لما قبلك بقى هقول لك في ايه. المهم احنا على ميعادنا. طيب عال لا اجهزي انت واتصلي بيا. اوكي اوكي مع الف سلامه. هي دي بقى جان هان اللي قلت لك عليها. هي موجوده هنا؟ في سويت 35 على البحر. عارفاها، انا كنت بوضب لها السويت دي. ست طيبه قوي وهانم بصحيح. يا رب تكون من بختك ونصيبك عشان نشرب الشربات قريب. ان شاء الله يا نسمه. تأمرني باي حاجه؟ لا شكرا، اتفضلي انت شوفي شغلك. طبعا اذن. اتفضلي نسمه. على اذنك. اتفضلي. هو في حاجه يا باشا؟ لا مفيش حاجة. أنت في حاجة؟ لا مفيش حاجة يا باشا. أنت يا باشا في حاجة؟ الجرالك إيه يا لمع؟ في إيه؟ عملت إيه؟ والله العظيم عملت حاجة. عملت إيه في اللي قلتهولك؟ اللي هو إيه سعادتك؟ أنت شارب حاجة على الصبح؟ لا باشا بس حضرتك تقصد إيه بالظبط يعني؟ اليخت يا لمع. اليخت. اليخت جاهز من بدري يا باشا.
ايه رايك؟ المنظر حلو قوي قوي يا سعيد بيه، الجو تحفه. جان هانم، ممكن اسالك سؤال؟ ايوه طبعا ممكن. انت ليه ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي بعد ما انفصلتي عن ابو بنتك؟ نفس السبب اللي خلاك ما تتجوزش بعد اللي حصلك من طليقتك. الشغل برضه؟ اكيد الشغل. الشغل مش مديني اي فرصه ان انا افكر في حاجه زي كده. معلش بس انت لازم تدي لنفسك فرصه، مش معقول تقضي بيت حياتك كلها كده. في دي بقى معاك حق. انت قلت لي في التليفون انك انت نمت كويس امبارح صح؟ كدبت عليك. انا بقى بصراحه ما جانيش نوم، كنت سهران بفكر. وانا كمان كنت بفكر. يا ترى كنت بتفكري في نفس الحاجه اللي سهرتني وما خلتنيش انام؟ ما اقدرش اجاوبك غير لما تقول لي ايه اللي كان مسهرك، ساعتها هقول لك يا يا لا. انا كنت بفكر فيك انت. انا؟ ايوه يا جيهان، انا طول الليل بصراحه كنت بفكر فيك انت. وانا كمان. ايه؟ كنت بتفكري فيكي برضه؟ يبقى احنا الاثنين على نفس الموج. يظهر كده. لا هي دي الحقيقه. عشان كده انا بعرض عليك الجواز يا جيهان. ساكتة ليه؟ مش عارفة أقول لك إيه. طب ليه؟ بفكر يا سعيد. طب وتفكيرك ده هياخد وقت كتير؟ على العموم أنا مسافرة بكرة يا سعيد، إديني بس يومين وهرد عليك. وأنا هستنى، بس أرجوكي بقى ما تخلينيش أستنى أكتر من يومين. بس أنت إيه اللي طلعها في دماغك نتغدى بره النهاردة؟ اصل وحشت المكان اللي كنا بنتقابل فيه، وبعدين اهو باب التغيير. امرك يا سيدي، بس ما تتاخرش عليا. انا هروح الشركه امضي شويه اوراق، وبعدين انزل على مشروع 6 اكتوبر كلها ساعتين، وقابلك في المطعم بتاعنا. وانت نازل كلمني عشان اجهز واحصلك. وانت خدي بالك كنت سايقه. ربنا يستر يا حبيبي، مع السلامه. الله ومين يعني اللي هيبقى عايزني؟ معرفش يا ستي، ده حتى النمره من غير اسم. ما انا يا بنت ماسحه كل الارقام اياها، تلاقي واحد بيتصل غلط ومحدش رد فقفل السك. هاتي بسرعه جهزي لي الحمام. يلا. حاضر يا ستي. الرقم الغريب. الو مين؟ نعم يا اخويا، النمره غلط. ما قلنا النمرة غلط. مين؟ جرى يا سهام، نسيتي صوتي ولا ايه؟ عموما الف مبروك يا عروسة. انا مدحت يا سهام. مدحت؟ You're the only one.